موضوع استطلاعنا لهذا اليوم راح يكون مع كبار السن، ربنا يطول باعمارهم ويخليهم لنا، وراح يتحدث حول ايام شبابه، كيف كان مستوى ثقافه الشباب مقارنه في الوقت الحاضر. خليكم معنا ناخذ اراء الناس ونرجع لكم. شبابنا اليوم تعرف جدا ياخذ من وقتهم السمارت فون والهواتف والوسائل التواصل الاجتماعي. سابقا بصراحه احنا اعطينا اهتمام اكثر للكتاب، الكتاب الورقي كانت متعه كبيره في تناول الكتاب، تناول صفحات المؤلف، الفهرسه، الصفحات. الان هذا مو موجود. احنا نحث شبابنا حقيقه على انه يهتمون بموضوع الورق بالوقت الحاضر. ما شاء الله معارض الكتاب موجوده في بغداد، في اربيل، في دول مجاوره. احنا كنا نتعامل مع صميم الثقافه، يعني شعرا، ادبا، كتابه، احيانا متابعه كتب، جرايد، كذا، يعني هذين اللي منابع الثقافه اللي كانت موجوده في مجتمعنا في وقتها. مع التطور الحاصل بالعالم الانترنت والعالم باكمله، قريه صغيره بالنسبه للمتطلع، كبسه الزر على الموبايل يقدر يحصل على المعلومه. لكن الناس يعني شلون انكمشت من الثقافة بسبب الحياة المادية اللي فرضت نفسها على المجتمع. طبعا الثقافة هسه أحسن من قبل، يعني بالعلم، بالتكنولوجيا أخير من هسه أو من قبل. زين حضرتك تشوف أن الوقت الحاضر أفضل من قبل؟ طبعا أحسن يعني هسه الخدمات كلها كاملة. قبل ما كنت خدمات، الثقافة هم قبل أحسن. شون؟ اسأل هسه السبعينات، الستينات، للحد الخمسينات وفوق، شوف حكيهم، شوف قعدتهم، شوف التزامهم. يعني المدرس اللي كان يدرسنا، المعلم اللي يدرسنا، هذا كبرنا هسه احنا من اشوفه احترمه يعني جقاله ما اقدر اشرب قدامه.